تعد اللغة العربية من أجمل اللغات، وهي من أحب اللغات إلينا لأنها لغة القرآن الكريم، وتسمى باللغة الضاد لأنها لغة الوحيد التي تحتوي على حرف الضاد، وهو حرف يصعب نطقه عند غير العرب. وفيما يلي إليكم أبيات شعر في اللغة الضاد. أحببتها وغرقت في حب لها حتى نمت في تربها أشعاري، وخضوضرت وتفتحت أكمامه وتضرعت من عطرها أظهاري. عربية والحسن صور وجهها وجبينها إكليله من غاري. أنت التي أعلى المهين شأنا في الحفظ والتحكيم والأفعال، بركت يا لغة الكتاب عظيمة وحماتي بالإذن إلى البال. قد أنزل الرحمن فيك كتابه وكلام جبريل على المثال، تسمع على كل اللغات بحسنها وكأنها من عسكر ونضال، تبدين كالبدر منير وضيعته وسواك يبدو قافلا كسرايا. جهد الأواعل واعتنوا بأمورها كي يجعلوها قبلة للأنظار. لغتي التي أحببتها وهي التي إشراقها إشراق شمس النهار، تبقين في عيني ضياء وبمسمعي نغاما يراقص عزفه أوتاري. عربية أنت وأنت حبيبتي، وبغير شمسك لن يكون النهار. كما أن اللغة العربية للمسلم لغة عبادة وسبيل إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي وسيلة من وسائل التفاهم. وسنقدم لكم الآن تمثيلية طالبات السنة الرابعة، نعمل أنها ستعجبكم. Hvala Allahu što mi dođe smo da vidimo štabu. Hvala, hvala. Ovo samo i da vam život odešava. Allah nas počasti sam. Da nam lako boli, ona više. Nego, čula sam da ovdje isto ima dobar su, hoćete da radimo? Jesu, burđi sad, to sam ja čula. Jeste. Šta je to burđi sad? Burđ, kula. A, sad, kula. Kula. Pa, aha, to je ono mjesto što smo čuli da tamo ima dobar melabis. Jeste. A šta ti melabis? Sjećaš se kad je u stazi ti govorila da je to odjeća. A jeste, ti si imala erba iz arapskog. A da ja sam pravila na hamse, ali ja se toga ne sjećam. A možda nije bila tu na taj čas. Sigurno. Ali nema veze, ja sam bila na sve časove arapskog, ja znam arapski... Jel znaš da se cenu? Ja znam šta propravila, to nam treba. Da, naravno. Pa ćemo da odemo? Hajde. E, možemo kod njega, možemo kod njega. السلام عليكم يا عمي. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. تفضلي. اهلا بكم. كيف حالك يا عمي؟ بخير الحمد لله. تفضلي. سبحان الله. ماذا؟ هل عندك سبحان الله الحمد لله؟ نعم. برتقاليون أسود الله. أسود جميل. بكم؟ 300 ريال. تحت يا عمي. نحن من سنجك. لأنكم من سنجك 120 ريال. Može, jednom da lazim na hrvatsko. Može, hoćete još nešto? Može, pitaj može da mi uktub isim na musaf. A mi uktub isim fi Kur'an?
ما الاسم الذي تريدوني أن أكتبه؟ كيف تتفاجئين؟ مزحفرة حسن عندك أحكف حسن عندك توتي ذاتي دوبرو حسن اسم حسن كاها أخ زبرالي حسن ذاتي أدلتنا زبرالي أخ أبيتي بوشتر أباك كميس أبيتي أباك كميس خمسمئات مليار هاي دي إمام يدنوك أهي أتربى دمو كوفي ماشي هاي دي طوره هاي دمي تتشكى مية يدنا يصدق لازينا حاج يصير غلاب متي بلش مالي ديمو مطعم شطاي مطعم رستوران كيس نعم يا بنتي ما حدث فقدت صديقتي صبر يا بنتي عندك احكف اسف صبر اسال الله ان تزيدي صديقك امين يا بنتي هل تريدين شيء؟ أدا كعكة فاسفت شاي فقدت صديقتي كعكة شاي السلام عليكم يا عمي من فضلك تعال علينا مرحبا إن شاء الله مزعفرة؟ لست مزعفرة ليس مزعفرة هذه زوجتي ماذا حدث؟ فقدت صديقتي نعم فقدت في سوقي صبرني فتي صبرني بوسنية لا إنجليزية لا فقط عربية دسنا لي موشي لغة عربية صدق بزنالة إحدي للصراط المستقيم يا عمي صراط ايه يا مقبولي مزحفرة اشتكوا لك سبيلة مين عندي في السوق تكاكو ناجي نسكاكو دوجي عمي وزوجته السلام كيف حالك؟ سبيلة حالة الحمد لله كيف حالك؟ نحن من طيب يا طيب من اين انت؟ نحن من سنجد ومن اين انت؟ نحن من سوريا جميل هل تعرفون اللغة العربية؟ نعم أعرفون في المدرسة غازي السابق ما شاء الله المدرسة الإسلامية؟ نعم المدرسة الإسلامية نحن ندرس في قراءة القرآن ما شاء الله هذا جميل شكرا بلسان عربي وكلمات وألحان عربية تغزلها طالبات مدرسة غازي عيسى بك في إلقاء أناشيد إسلامية. القمر يستهي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله عائشة هباك له حب من يهيبه فسرت هب ناس لقلوب مسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله عائشة هباك له حب من يهيبه فسرت هب ناس لقلوب مسلمين بنت أبي بكر عائشة هميا حبيب رفيق النبي رسول الله يا
مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وإترها يبكى إذا مسد عيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وإترها يبكى إذا مسد عيادي الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الطاد أجمل ما قد خط في كتبي لا شيء يحجبها لو شاء بالحجب ضاد لها وكر في قلب منصتها حتى كأن به سحر من الطرب الله أودعها وحيا وأرسلها بين الأنام وألقاها لسان النبي والآن ندعو أخواتنا رميس وألطونا إلقاء قصيدة بعنوان لغة تضج عمومها أنوارا درر وتخزن بينها الأسفار من كل حرف حتى ومنجل حرفها بالدري تزهو كلما زادت علوا زادها إسفارا لغة هي كتاب شرحها لأن تحدى الهوى وحب والأشعار لغة تصيغ لنا المشاعر فاتخذها فاتخذها إن أردت من اللغات دسارا وانقش بقلبك من رافعي من رافعي علمها وشعر دونك فتخذها شعارا نرقى بفيض فنونها ولطامنا نتلو بها القرآن والأذكار جلست على عرش اللغة الأميرة وسمت لغة من القرآن سر جمالها وكفالها هذا المقام فخارا الآن ندعو أخواتنا رميسة وجنيسة
لإلقاء شيئا عن لطائف اللغة العربية في القرآن الكريم. السلام عليكم. Predstavit ćemo vam zanimljivosti iz Kur'ana Kerima, riječi Es-Selam. Ismu mi Esma'illa označava jedno od lijepih Allahovih imena. Al-Islam označava vjeru. At-Tahiyyatu ma'rufa označava poznati pozdrav među muslimanima. As-Salamatu minash-Shar označava zaštitu od svakog zla. As-Sana'u Hasan označava pohvalu za svako dobro učinjeno djelo. Al-Khair označava svako dobro djelo. Kulusu Šejhi Mjokulli Šaibati oslobađanje od svakog zla. Al-Farku Bejna Lakinna wa Lakin razlika između Lakinna i Lakin. Fa'idatu Lakinna bi taštidi تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر كذا توجي لكن ستشديد إما إستو أولوكو كاو إن چيني سوبيكا تؤخذتي أفريكا تنومنتي الله جل شانه في سورة البقرة كاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ovdje, ولكن الله možemo vidjeti da je došao lakin sa teštidom. Što znači da će riječ Allah biti u akuzativu zato što je u ovom slučaju riječ Allah subjekat. I onda se kaže ولكن الله ذو فضل على العالمين. أما لكن بتخفيف فهي حرف استدراك. لا عمل لها. Ukoliko dođe lakin sa sukunom, ništa se ne mijenja. Znači on ne utiče na glavu. Allah Jalešanu u suri An-Nisa kaže لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. U ovom slučaju došao je lakin sa sukunom i onda se ništa nije promijenilo i ne utiče na glagol i riječ Allah ostao u nominativu. I zato se kaže لكن الله يشهد بما أنزل إليك. والآن ندعو أخواتنا ذلك هذا عن قالوا عن لغة عربية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا العربية فإنه تثبت العقل وتزيد في العمر. وكتب إلى أبي موسى أشعري أما بعد فتفقهوا في سنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. قال الإمام الشافعي ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العربي وميلهم إلى لسان أرسطو الطالس. وقال للشافعي أيضا لا يعلم من إباح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة اللسان العربي وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفوقها ومن علمها انتفت عنه شبه التي دخلت على جهل لسانها. أبو منصور الثعالبي قال ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان
وأتاه حسن سيرة فيه اعتقد من اعتقد أن محمدا خير الرسل والإسلام خير الملل والعرب خير الأمم والعربية خير اللغة وألسنة والإقبال عليها وعلى تفهمها من إذ هي أداة العلم. وأجاز ابن خلد: لسان العربي أركانه أربعة، وهي اللغة والنحو والبيان والأدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة، إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وهي باللغة عربي، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. اللغة العربية تفوق سائر اللغة رونقا وغنى، ويعجز اللسان عن وصف محاسنها. المستشرق إيطالي كارلو لينوينو. أهم خصائص اللغة العربية: قدرتها على التعبير عن معان ثانوية. لا تعرف الشعوب الغربية كيف تعبر عنها. المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير. فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها، ولم يعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة. المستشرق الفرنسي رينان. كيف يستطيع الإنسان أن يقوم جمال هذه اللغة ومنطقها سلمة وسحرها فريدة؟ فجيران العرب أنفسهم في بلدان التي فتحوها سقطوا سرعة سهر تلك اللغة. المستشرق الألماني كارلو بروكلمان. الآن ستشاهدون مقابلة طالبة مدرسة غازي عيسى بك مع مواطني نوفي بازار وطالب المدرسة. سنقدم لكم الآن تمثيلية سنة ثالث، نعمل أنها ستعجبكم. واحد أربعة خمسة. Emina, ja ne znam kako ćemo mi onu jedinicu izabrati za pravilnu. Ni da ih popravljam neću. Brojevi muški i ženski, jedinica i jedinica, ali to je dobro, nego ente, enti, ti si ti, ali sve ću naučiti. Ali padeže arapske, tri arapska padeže gora su mi nego sedam bosanskih. Ja ne znam. Ali ona je slaba. Da znaš, zamisli ti u našem jeziku KJH, mislim. A tamo 3H, ko još koristi 3H, zamisli, 3H, ne vrlo, stvar. Harfove sam naučila, znam da čitam Kur'an, imam prijevod, imam tefsir, da učim ja sad svaku riječ kako znači, kako da ne. Ma, važi. ماذا بك؟ أنا حزينة جدا، لأن بعض الطلاب لا يحبون اللغة العربية ولا يدرسونها.
هذا غير صحيح أيتها العربية. نحن نحبك كثيرا. كيف تحبونني وهن يكرهونني؟ طب سنتونا مبرسة منابرة. ما ألن يكفي أنني لغة القرآن الكريم ولغة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا لغة البيان التي أعجزت البلغاء، وأنا لسان أكثر من 400 مليون من سكان العالم، وأنا أسرع لغات العالم وأكثرها على الثقال. Сарај се пона нама браћа? Наравно се вама браћа. Јесте ли је чули или разумјеле? Ма нисмо, како би ми разумјеле шта? Ми свакако научимо арапски, а и шта ће нам арапски, ко још користи арапски? Како можете тако да причате о арапском језику? Зар вам није довољно што је Алла Джелешануху објавио на арапском језику Куран? Господар небесе и земље вам се обраћа Курану, а ви не разумјете шта он жели рећи тиме. Vjera vam je dostavljena na arapskom jeziku, a vi je ne umijete ni primijeniti. U drugim školama se ne uče arapski jezik i oni nemaju tu blagodat spoznati ga. Oni uče druge jezike, poput francuskog, latinskog, nemačkog i slično. Zamislite da morate učiti mrtav jezik, konkretno latinski, koji se danas koristi samo u nauci i medicini. Allah Dželešanuhu nam je dao blagodat tog jezika. Svaki jezik je bogatstvo. I svaki ima svoju priču, ali arapski jezik je nešto više od toga. Arapski jezik je jezik elokvencije i slobode misli. Jezik koji svojim govorništvom zapanjuje i najveće retoričare. Jezik kojim govori više od 400 miliona ljudi na svijetu. Pa, jel kasno da naučimo jezik? Nije kasno. Ima još dobro. Hoćeš li da nam pomogliš da naučimo ovo? Naravno, pomoći ću. Kitabun, knjiga. Babun, vrata. Bejtun, kuća. Ha, eto vidiš, ti si naučila. بعد شهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. ما شاء الله. كيف جو في نوع فزاع؟ بارد. نعم صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، الآن الطلاب يحبون لغة العربية. هل لغة العربية سهلة أو صعبة؟ الآن سهلة. ما شاء الله. Arapski jezik trebamo učiti. Zato što je to jezik Kur'ana, a Kur'an je Allahov govor. Zamislite, draga publiko, Allah iznad 7 nebesa govorio je arapskim jezikom. A slušao ga je najbolji Melek Džibril, a prenio ga je našem najodabranijem poslaniku, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je čistokrvni Arap i govorio je izvornim arapskim jezikom.
Zamislite, kada bi sada sreli poslanike sallallahu alejhi ve sellem, kako bi se sa njim sporozumjeli? Jezik je bogatstvo. Što više jezika znaš, više biraš. Arapskim jezikom govore ljudi na najsvetijim mjestima, u dva harma, Mekke i Medine. Muslimani svoje znanje o vjeri uzimaju iz Kur'ana i Sunneta. Ako želimo bolje razumijevati vjeru, moramo bolje poznavati i arapski jezik. Omer radijallahu anhu nas je savjetovao da učimo arapski jezik, jer je on od vjere. Allah dželešanuhu je arapski jezik, pored mnogih drugih vrijednosti, odlikovao tako i da neće zamrijeti, jer će se ranici dženeta njima govoriti i time upotpuniti blagodat u dženeta. وفيما يلي إليكم أبيات الشعر في اللغة البيان. لغة الضاد هي روح الأمة وعنوان هويتها ومصدر إشاعها ودليل سموها، أم لغاتي وأوفرها حظا، أطولها عمرا وأقومها قيلا، لغة إذا وقعت على أسماعنا تاقت النفس إليها سماعا، وترنم شاديها جمالا وإبداعا. هباها الله بالمصاحف والبيان واختصها الرحمن أن تكون لغة القرآن خلد ذكرها للعالمين واختارها جنة لغة الخالدين لغة تفردت بسمولها وكمالها تميزت بعذوبة ألفاظها ودلالها والآن ستتفطل طالبات في إلقاء أناشد إسلامية هموم الحياة جبال ثقال ولكن بذكرك همي يزول فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل لساني وثغري صفي جميل إذا أسود وجهي فعند اتباعي كطرفي كحيل وإن خرج اسمي بدنيا السراب وأحسست أني أريد الرحيل وأحسست أني أريد الرحيل تصبرت أن بصدق المتاب سننسي وتشفي لعمري سقام الجهول وتشفي لعمري سقام الجهول يا إله الكون يا سندي أنت يا مولاي معتمدي فبدنياي وآخرتي يا إله العرش خذ بيدي ما
ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى سرى طاهر الأعراق والشيم يا إله الكون يا سندي أنت يا مولاي معتمدي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن لله لله يهفو املي لله ولهض كتاب الله من اول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن شكرا لحضوركم ونأمل أنكم استمتعتم بهذا البرنامج Zahvaljujemo se svima na prisustvu, nadamo se da vam se svidjelo i da ste uživali. Assalamu alaikum.